نعم، قلنا أن هذا أنت لست سرقت يعني حياته، سرقت ماشي حياته، سرقت قلبه، سرقت كل شيء. نعم، أنت بعثرت حياته، يعني خربقت له حياته. هو أول مرة شافك يعني شيء عجيب حصل بداخله وهو لا يفهم. نعم، يعني هو فقد لا ديريكسيون، فقد عنوان حياته، لا يعرف أين هو الشمال ولا الجنوب. واخا يعني هذا حب، يعني حب سماوي. شوفوا الله، يا الله، ايه ده ايه، شنو هاد الشي؟ هنا ارى يعني بداية، لكن لا اريد يعني هذه، بغيت نشرح اولا هذه العلاقة الجميلة والسحرية. واخا يعني قلنا ان يعني انت بعثرت حياة هذا الحبيب، يعني الله، يعني هذا توأم الروح، هذا توأم الروح وتوأم الشعلة. الله، هم الكثير الكثير من الحب والجاذبية، الكثير بزاف. الكثير من الجاذبية، البعض منكم، الله يا ربي فرحت بزاف. يعني هذا غير بدأنا، يعني الكارت تقول لكم أن هذا الحب حب صافي، حب نقي، حب أجمل من الجمال، حب توأم الروح، توأم الشعلة. فين هي؟ ها هي، يعني كل كارتات الحب السماوي والرابط الروحاني والحب يعني الكامل، يعني توأم الروح وتوأم الشعلة، خرجت. واخا شوفوا، لكن أنا أرى أن هذا البعض منكم، هذا الحب هو حب في السر. أخا البعض الآخر هو حب يعني لا يبوح بالمشاعر. أنا أرى يعني نوعين، أخا مجموعة تعيشون علاقة حب، نعم قوية جدا، حب سماوي، حب جميل، لكن في السر، ولديكم هناك علاقة حميمة، يعني هوت، تفهمون نحن كبار. وهناك البعض الآخر حب في السر، يعني لا يبوح بالمشاعر، لا هو ولا أنت. نعم، أرى هنا يعني شخصيات قوية، وبالنسبة نعم جوج بكم شخصيات قوية، وكل واحد يريد أن تكون الأشياء على يعني على طريقته. نعم، لكن أحيانا هذا الحبيب يبتعد، أحيانا يبتعد وأنت تريد، لأنك تريد الأكثر يعني وضوح أكثر، هو غير واضح رغم أنك تعرف أنه يعني أنت تطلب منه المزيد، المزيد تريد المزيد. وخا يعني تريد يعني حياة الكل مع هذا الحبيب، وهو طبعا هناك طرف آخر، هذا الحبيب يعني عنده أطفال، عنده يعني أسرة، وهذا يمنعه من أن يعطيك أنت ما تريده. أنا أتكلم عن المجموعة التي تعيشون علاقة في السر. نعم، هذا الحبيب إنسان طيب، أنت كذلك إنسان طيب، لكن أنت يعني في هذه المرحلة أنت تريد أكثر وأكثر. واخا هذا الحبيب إنسان طيب، قلت، ولا يريد، يعني الآن أتكلم عن العلاقة السرية والعلاقة التي يعني والحب الذي يعني الذي يكبت المشاعر ولا يبوح. يعني هنا نوعين، البعض منكم يعيشون حياة أو علاقة يعني في السر، والبعض الآخر الحبيب لا يبوح بالمشاعر. واخا ويعني في يعني في جوج يعني في الحالتين هذا الحبيب لا يريد الإساءة يعني لما لديه لحياته. نعم، لكن من جهة أخرى هو يحبك ويراك أنك تعاني، وكذلك يريد حياة أخرى معك، يريد حياة أخرى معك، يريد يعني هذا خرجت لنا كل كارتة البداية، أنه يريد معك بداية، يعني شيء جديد. أنت أحيانا حبيبي كذلك تهرب،
لكن تهرب لماذا؟ لأنك يعني الضمير يؤنبك. أنا قلت أن هذا الحبيب وهذه الحبيبة بجوج بكم ناس طيبين جدا، نعم، لكن الحب أقوى من المبادئ والقواعد الاجتماعية. لكن عندما تبتعدون هناك معاناة، يا الله، معاناة شديدة جدا، وتستسلمون للحب من جديد. نعم، ماذا سيحدث؟ الحب الذي يعني في السر، هذا الحبيب الذي يكبت المشاعر سيتكلم قريبا، يعني سيقول لك، مع أني أرى أنه قال لك أحبك، يعني هذه يعني تقول أن قال لك أحبك وأعشقك بطرق مختلفة، لم يقل نعم بحب أحبك بالكلام، لكن قالها بطرق أخرى. وأنت يعني تعرف، يعني أنا أعرف أن سؤالك ليس هل يحبني، لأنك أنت تعرف أنه يحبك كما تحبه أنت، وهناك معاناة شديدة شديدة قوية جدا. نعم، بالنسبة للطاقات، دائما كنس الطاقات، هنا طاقات نارية أسد قوس وحمل، هنا طاقات ترابية ثور جدي وعذراء مثلك، وكذلك طاقات مائية حوت سرطان وعقرب. وخا الله، لكن المهيمنة هي النارية والترابية، وخا النارية حتى الهوائية، كل الأبراج موجودة عزيزي أو عزيزتي، لكن المهيمنة هي النارية الترابية وكذلك المائية، لكن خاصة النارية والترابية، وخا لكن موجودة كل الأبراج، كلها موجودة. قلنا أن هذا العلاقة السرية، بالنسبة للعلاقة السرية للحب الذي الحبيب الذي لا يبح بالمشاعر، هو سيتكلم، نعم، لأنه يراك تعاني، وهو كذلك يعاني طبعا، يعني من أجله ومن أجلك، نعم. وقلنا أنه قال لك أحبك بطرق مختلفة، وأنت تعرف وأنت واثق بأنه يحبك. بالنسبة للعلاقة السرية، هذا الحبيب سيكافئك على صبرك، سيكافئك على عطائك، سيكافئ. أرى هنا تناقض، غادي نشرح لكم. هذا الحبيب سيقوم بكل ما تريده أنت، وخا، لكن أنت يعني أنت كنت في البداية تريد أن يفعل هذا وهذا وهذا معك، تطلب وتطلب وتطلب، لكن سبحان الله، يعني النمو الروحاني، شوفوا، لكن في الأخير أنت تحس بتأنيب الضمير، أنت إنسان جميل، الله سيعطي لك ولهذا الحبيب كل ما تتمناه، يعني رغم العوائق، نحن نتكلم عن توأم الروح، كذلك هنا اختلافات، لكن لن أركز، هو توأم الشعلة، هنا عوائق كبيرة وقوية، هنا اختلافات، نعم، من كل الأنواع، يعني اختلافات ثقافية ودينية وعرقية، وربما حتى البعض منكم حتى في السن، طبعا هي توأم الشعلة، نعم. وهنا حب، يعني حب فيه معاناة، فيه جاذبية قوية، الله يا ربي، لكنه حب جميل بزاف. أنت هذا الحبيب غادي يعطيك كل ما تطلبه في الأخير، نعم، لكن بفضل، يعني شوفوا، يعني النمو الروحاني، أنت ستحس بتأنيب الضمير. نعم، دابا غادي نشرح لكم، أعيد، أن هناك مجموعة تعيشون حب في علاقة سرية، علاقة حميمة، يعني علاقة سرية، تفهمون، والبعض الآخر أنتم يعني في علاقة حب في السر، يعني لا يبح بالمشاعر، وأنت كذلك. لماذا؟ لأن هناك عوائق، أنت متزوج أو هو متزوج، وهناك أطفال كذلك، لكن هذا الإنسان يعني هي يعني يوم أو يومين سيبوح، لأنه سيستسلم، لأن معاناته كبيرة، ويرى المعاناة في وجهك، وهذا الإنسان طيب ويحبك كثيرا، نعم، وهو يريد أن يخلق توازن، نعم، لأنه هو دائما يفكر في الماضي، لكن هو لا يريد أن يسيء لماضيه لأسرته، لكنه يسيء إليك، وهو يحس بتأنيب الضمير، وبالتالي سيخلق واحد التوازن، وسيعطيك ما تريده، سيقول لك أحبك، وسيتقدم أكثر من ذلك، يعني في المجموعة، سواء المجموعة الأولى أو المجموعة الأخرى، يعني الحب في السر والعلاقة
الذي يكتب المشاعر، ستتحقق أحلامكم. واخا ستتحقق أحلامكم، يعني كل ما تريدونه، كل ما طلبتم من الخالق، كل ما رسمتم في يعني في هدف في العقل، كل ما رسمتم في خيالكم سيتجسد في الواقع. لذلك أنت وبفضل روحانيتك أنت ستحس بتأنيب الضمير. يعني هنا تناقض، شوفوا شفتوا، يعني كنت تطلب كل شيء والآن وأنت لديك كل شيء. يعني هذا الحبيب العطاء، يعني غادي يعطيك كل ما يبحث عنك. العطاء يعني أرى الكثير من العطاء في الأخير. يعني أنت كنت، يعني كنت في البداية كنت العطاء، لكن هو الآن يعني ستنقلب، يعني العطاء سيكون يعني من الجهتين، لكن أكثر من جهته هو، بفضل يعني صبرك. أنت كنت يعني صبور، وهو الآن كذلك ليس فقط من أجلك بل من أجله. هو يريد، سيعطي الأولوية للسعادة الحقيقية، للحب، للسلام، وأنت هو سلامه وحبه. وخا لا أحتاج حتى لتقوية القراءة، لأن يعني كانت قراءة واضحة، قراءة جميلة، لن أستعمل حتى لهذا لأني لا أحتاج إليها. أرى يعني واحد الوضوح، واحد الحب جميل، وأنت إنسان طيب وهو كذلك، يعني كلاكما ملاك فوق الأرض. يعني تتكرر، شوفوا يعني كلاكما، يعني العطاء كلاكما، أنتم في نفس المستوى، أنتم في نفس المعاناة، توأم الروح وتوأم الشعلة. هذا يعني هذا الحبيب يعني في البداية كان يعتقد أن، عندما رأى كان يعتقد أنها فقط جاذبية جسدية وستنتهي، وسيتابع وسيستمر حياته مع أسرته. لكن رأى أن هذا الشيء كيكبر كل يوم أكبر وأكبر، وليست فقط جاذبية جسدية، أو يعني تفهمون، وهذه الأشياء التي هي يعني عابرة وتمر وسينساك. لا، هناك عواطف قوية قوية، يعني هذه الكارتات، يعني هنا واحد الحب جميل جدا، وأنتم مبجوج بكم في نفس المستوى الروحي. الله شحال زوين، الله ما أجمل هذه القراءة. يعني أنا في القراءة دي الأسد عانيت بزاف، حزنت بزاف، ما هذه تشبه قراءة الأسد، لكن هذه مستويات بجوج بيكون في نفس المستويات، ما شاء الله ما شاء الله. لكن هنا الكثير الكثير من المعاناة كذلك. نعم، أنا لم أذكر أن هنا معاناة، فقد ذكرت الجانب الجميل، يعني أنه إنسان جميل وطيب، وأنت كذلك إنسان جميل وطيب، كلاكما يعني ملائكة بجوج بيكون، كارتات جميلة بزاف. وأنا أرى يعني هذه يعني أن البدايات، أرى يعني بداية مختلفة، يعني ستبدأون حياة مختلفة، وهناك بدايات في أشياء مختلفة، يعني ستكون لكم بداية وبداية وبداية. لا أدري إن كنتم تفهمونني، يعني حياتكم ستتغير. دابا نشرح لكم. واخا هذا الحبيب، هذا الحبيب يعيش في بؤس عاطفي، نعم، في حياته، نعم، يعيش بؤس وفقر عاطفي، يعني في حياته ليس هناك يعني لا عشق ولا، أنا أتكلم عن يعني قلت أنكم يعني إما هو أن يعني هو متزوج وله أسرة، لكن هو يعيش في بؤس عاطفي، يعني في حياته ليس هناك لا عشق لا حب ولا أي شيء، لا شيء، يعني هو في الحقيقة يعيش جحيم. نعم، هو يعيش جحيم، لكنه طيب ويصبر. لكن الأشياء ستتغير، لأنه كذلك يجب أن يكون طيب، يعني يجب أن يكون هناك توازن، وسيكون طيب معك وسيعطيك كل ما تريده. هو هذا الإنسان لن يحتمل أكثر، ليس فقط لأنه يحبك، بل هو يشعر أن هذا الرابط أقوى من العوائق، أقوى من يعني، وهذا الشعور حب أبدي لا ينتهي أبدا، ومستحيل نسيانك. لذلك سيستسلم، لأنه يراك إنسان جميل كريم، هو معجب منذ أول مرة، معجب وما زال معجب، يعني هذا الحب يكبر يكبر، ليس يعني لا، هو كان يحاول نسيانك، لكن هو يرى أن هذا الرابط قوي بزاف، وهذا الحب يكبر يكبر يكبر، و
إنه مستحيل نسيانك، سيستسلم، سيستسلم لهذا الرابط القوي، سيستسلم. لماذا؟ لأنه توأم الروح، توأم الشعلة، يراك جميل، يراك حلو، يراك غريب وسحري، وكذلك لطيف، رقيق، حنون، يعني يحب كلك، يعني وجهك، يحب وجهك، يحب ابتسامتك، يحب عينيك، شعرك، كل شيء، كل شيء. وإضافة إلى أن هناك جاذبية جسدية قوية بزاف، وشغف، يعني هنا نار، يعني هذه القراءة هي قد ما هي عاطفية هي هوت، يعني هنا واحد الجاذبية، النار، نعم تفهمونني، نار، هنا نار، نار، لكن